اهلا بيك يا دكتور، اهلا صباح بيك. الفل وبطولة عظيمة جدا ومبسوطين كده. دايما بنكون لما نسمع ان في بطولة بتقام في مصر، لان دي بتلعب ادوار كتيرة جدا، يعني بتبقى ليها مدلول على اهتمام الدولة بالرياضة، على الامكانيات اللي عند هذه الدولة، على كمان السياحة الرياضية اللي احنا دايما بنأكد اهميتها. فهي يعني زي ما بتقول كده شيء من كل الجوانب، اعتقد بيضيف جدا للدولة اللي بتقيم اي بطولة عندها. ده شق. الشق التاني عايز اتكلم مع حضرتك فيه برضو، تحكي لنا تفاصيل اكتر عن البطوله فيما يختص. بتتكلم عن 46 دوله تحت رعايه سياده الرئيس، فما هيش حاجه عاديه وخلاص، لا ده في تنظيم، وقدامنا كمان يعني يومين على هذه البطوله. اتفضل يا فندم. انا بشكركم طبعا على اهتمامكم طبعا كبير، يعني قناه الاهلي بثلاث الدرجات، وده برضو شيء دعم لهذه الرياضه. ده دورنا زي ما انت قلتي وبرضو كريم قال ان احنا استضافه البطولات العالميه ده شيء بقى اصبح من الركائز الاساسيه لمصر، واصبح شيء يعني كان الاول شيء غريب بقى شيء عادي. لكن بالنسبه للدراجات بيعتبر جديد. جديد ليه؟ لكذا سبب. اول مره في تاريخ مصر تنظم مصر بطوله عالم للدراجات، دي نمره واحد. نمره اتنين، اول مره ننظم بطوله عالم في المضمار، لان يعني المضمار ده احدث مضمار عالمي موجود في منطقه الشرق الاوسط والمنطقه الافريقيه، فده بيعتبر حدث بالنسبه لنا كبير. المضمار نفسه ان شاء الله يعني ضروري تشرفونا تتفرجوا عليه، لانه هو ده اللي انت قلت عليه البنيه التحتيه او الانجاز الكبير اللي تم بدفعه كبيره جدا فعلا من السيد الرئيس، ودي حقيقه. وبعدين برضو كل سواء الحكومه كلها او السيد الوزير اشرف صبحي مع الاتحاد المصري للدراجات مع الاستاد مع الشركات الوطنيه، منظومه كبيره جدا جدا بتاع يعني عملت فعلا عشان تنجز انشاء هذا المضمار. وانا بعتبر ان انشاء المضمار ووجود المضمار العالمي ده في مصر لا يقل اهميه عن تنظيم البطوله. ده فيما يخص المنشاه نفسها. فيما يخص البطوله احنا يعني تاريخها جميل، كان من اكثر من سنه ونص ان كان في تنافس بين مصر وبين المانيا وبعض الدول، لكن قدرت مصر ان شاء الله يعني بفضل الله تحصل على حق تنظيم البطوله من المانيا. والاتحاد الدولي كله وافق، كان بغالبيه جميله يعني كانت كويسه. أيوة. كان حاجه نصر يعني يفرح يعني لمصر كلها. امبارح وصلنا ل 47 دوله، يعني اصبح العدد دلوقتي 47 دوله. ده لسه كل شويه في جديد، لا يعني خلاص عدد 47 الفينال 47 خلاص. تمام. الجميل في الموضوع ان 47 دوله من كل قارات الخمسه، يعني مش مثلا من مكان واحد، لا كلهم. افريقيا فيها 14 دوله، اسيا فيها حوالي 5 دول، اوروبا فيها انا فوجئت باوروبا اللي كانت ممتنعه شويه عشان موضوع كوفيد وكده، كوفيد انه اكتر من 17 دوله من اوروبا. امريكا الولايات المتحده موجوده، امريكا الجنوبيه فيها، الصين موجوده، هونج كونج، مجموعه من الدول. بطوله عالم ده عالم. لكن اللي هو الجميل بقى كمان يا كريم بيه ان اقوى دول في رياضه الدرجات في المضمار جت، اقوى دول الدنمارك، المانيا، سويسرا، كل دول قويه جدا حضرت معانا. بالمناسبه برضو عايز اسال حضرتك، هل جاهزيه المضمار هي اللي اغرت بتنظيم بطوله العالم فيه؟ اللي خلاني اسال حضرتك السؤال ده ليه؟ لان احنا يعني في غالبيه الاحيان لما بنتابع اي سباقات للدرجات وخصوصا لما تكون مقامه في اوروبا بتلاقيها في الشوارع، طبعا الشوارع متنظمه ومؤمنه ومجهزه وفي سياج بيمنع المتابعين والى اخره. ليه ما فكرناش ان احنا نعملها كده عندنا في مصر؟ اقول لسعادتك، اولا هو انت عارف لعبتنا في الدراجات زي العاب القوى، برانشز يعني فروع، ايفنتات مختلفه. اوكي. يعني زي ما انت عندك في العاب القوى مثلا في جري 100 متر 400 متر، في الحواجز، في يعني كل لعبه من دول لها ميداليه ولها يعني ايه جوائز خاصه وقوانين. كذلك عندنا حوالي 11 لعبه، منها اللي انت قلت عليه اللي هو الجميل اللي انت مغرم بيه اللي هو بتاع سباق، دي اسمها سباقات الطريق، اللي زي التور دي فرانس وزي جيرو دي ايطاليا وزي الفولتا في اسبانيا، وبنشوف مناظر طبيعيه خلابه في الدول ده جميل. ده موجود عندنا. بس انا هقول لحضرتك على حاجه، احنا لازم عشان نكمل نطور اللعبه وننشر اللعبه ونكبر اللعبه ويبقى مور سيفتي، في امان. المضمار ميزته انه امان اكتر، وانه هو في 18 ميداليه، يعني احنا نهتم بالجيل الصاعد الجديد. انت عايز بطولات العالم فيها 18 ميداليه، الاولمبياد فيها اكتر من 12 ميداليه،
في كل انت حجم الميداليات اللي انت بتحقق فيها بطولات اكتر. زائد زي ما قلت انا السيفتي مهم جدا. انت مثلا لما جيب في الطريق عندنا في مصر، كان في مصر في الطريق لسه ما زالت الامور صعبه، مش بالسهوله اللي احنا متخيلينها. ما جيب الاولاد الناشئين او اولادك او اولاده نخليهم يمشوا في الطريق، مش هتبقى انت مش هتبقى مرتاح، بتخاف من الحوادث، بتخاف من حاجات كتير جدا. ولذلك برضو من القناه بتاعتك الجميله ان احنا ننادي بان كل المدن الجديده اللي موجوده في مصر لازم يتعمل تراكس للطريق عشان تدي فرصه للدراجات.